ما بين تردد الولايات المتحدة ومخاوف الحلفاء الغربيين تراوح الأزمة السورية مكانها في انتظار موقف دولي موحد يدعم الحل السياسي للصراع الدائري منذ ما يزيد عن العامين. إلى ذلك تضاربت الأنباء بشأن الإفراج عن المطرانين السوريين اللذين خوطفا قرب مدينة حلب. ما بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين تقف الأزمة السورية عاجزة عن التحرك باتجاه حلول سلمية تجنب الشعب السوري المزيد من الدماء والدمار، في ظل دعم واسع للمجموعات المسلحة وتهديدات باستخدام القوة العسكرية. آخر تلك التهديدات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي دعا حلف شمال الأطلسي لبحث دوره في الأزمة السورية، بما في ذلك كيفية التحرك للتصدي لما وصفه بخطر استخدام أسلحة كيماوية. من جانبه جدد حلف الناتو رفضه التدخل عسكريا في الحرب الدائرة في سوريا. الوضع حاليا في سوريا يزداد سوءا، لكن الناتو ليس لديه نية للتدخل هناك. إننا ندعم بكل تأكيد الجهود الدبلوماسية الجارية لحل هذا الصراع. نرى تفاقم الوضع السيء في سوريا ولا يمكننا تجاهل مخاطر امتداده على المنطقة بأسرها وما يمكن أن يتضمنه ذلك من مخاطر على أمن الدول الحليفة. لا شك أننا نحتاج إلى أن يخرج المجتمع الدولي برسالة موحدة، لا يمكن لأطراف الصراع أن يسيء فهمها وتعبر عن فظاعة ما نشاهده في سوريا. بدوره أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة وقف توريد السلاح إلى سوريا، لأن زيادة السلاح ستعني زيادة عدد القتلى ومساحة الدمار، داعيا مجلس الأمن لدعم الحل السلمي للأزمة السورية. وفيما يسعى العالم لحل سلمي للأزمة السورية، كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر فتح المجال الجوي لبلادها أمام طائرات سلاح الجو الإسرائيلية، مما يتيح للطائرات التي تنطلق من قاعدة قرب تل أبيب وصولا سريعا إلى سوريا، وقد نفى الأردن هذه المعلومات. إلى ذلك أقدمت مجموعة إرهابية مسلحة على اختطاف المطران يوحنا إبراهيم رئيس طائفة السريان الأرثوذكس وتوابعها، والمطران بولس يازجي رئيس طائفة الروم الأرثوذكس وتوابعها، أثناء قيامهما بعمليات إنسانية في قرية كفر داعل فري في حلب.